إن شاء الله نسأل الله التوفيق أن نمثل الجزائر في محافل دولية ووطنية، ولما لا؟ يوجد قراء ويوجد أهل علم وأهل دين من يمثلون الجزائر في هذا المجال. الجزائر ما فيهاش غير اللاعبين، نعم، وفيها كل المجالات، هل فيها ولله الحمد. هذه بزاف، هل هناك هذه حوايج، برامج؟ هذه هل هناك برامج، والله مازال هذه أمور سرية. هذه أمور سرية. زيرتيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.